خلاص ادي الميدي كتير اهي معايا كده. يبقى الكير وول كان فيه ان هو ها في تيوب هنا، ركز معايا بقى ركز معايا، كان فيه وول ها في تيوب هنا وفي تيوب في النص ان هو يبقى لها جزء بني وجزء كارتليجينس وفي ار 3 هنا. في ار 3 في الحته دي كده انزلنا الجاروت الارضي بتركز معايا ثلاث حاجات في الانتيرو وول بتوع هات الميدي كير. طيب الانتيرو وول بتاع الميدي كير في ايه؟ في فتحه هنا اهو عشان حاجه اسمها المسطول الانترا، فتحه دي اسمها الايديتس. الايديتس بتاعت المسطول الايه؟ ها انترا معايا. وفي عندي حاجه اسمها البيراميد فرصه انكلوزز انكس، فرصه انكلوزز للانكس مع ده كده ها البوستيرير وول. وهنا طبعا اروح راسم هنا الماستويد بروتست، الماستويد بروتست اهو الماستويد وادي الستايلويد بروتست، ماستويد انترا موجود في الماستويد بروتست معايا كده، ده ماستويد وادي الستايلويد مع ده قدام الانتيرير وول وادي اولاد البوستيرير وول، ده الانتيرير وول ها وده البوستيرير وول بتاع ها الميدل اير. الميدل اير لها ايه كمان؟ لها روف ولها فلور. الروف بتاعها الروف بتاعها اسمه تيجمنت تيمبانال، اسمه كده تيجمنت ها تيمبانال. تيجمنت تيمبانال ده حته في البتر تكون تيجمنت يعني سقف، تيمبانال ها يعني ده سقف الميدل اير. وبيفصل الميدل اير عن الميدل فينال فوسفا من الجينز هنا و التمبرال لوب بتاع البرين. الفلور بتاع الميدل اير عباره عن بون، الفلور ده بون، البون ده بيفصلها عن السوبيريور بالب بتاع الانترنال جاجولار بين، ده الانترنال جاجولار بين. السوبيريور بالب ده بيصب فيه هنا بين، في بين اللي هو او بين الساينس بيصب هنا اسمه ايه البينا ساينس ده؟ اسمه ها انفيريور بتروزال. الفلور بتاع الميدل اير في عندي نيرف ها بيجي كده يخترق الفلور اسمه تمبانيك برانش بتاع الجلوسو فارينجيال، تمبانيك برانش بتاع الجلوسو فارينج معاه ارتري، في ارتري جاي من تحت كده بيخترق الفلور اسمه انفيريور تمبانيك ارتري، ده جاي من اسندنج فارينجيال. ده الفلور انتيريور بوستيريور روف وفلور. ها الميديا لول بقى، الميديا لول في حته بارده اسمها برومونتري، برومونتري ده بروس في الميديا لول ها اللي عامله الكوكليا تمام. والبرومونتري ده عنده حاجه اسمها تمبانيك بليكسس، في تمبانيك بليكسس هنا اللي عاملها تمبانيك برانش، تمبانيك بليكسس. البرومونتري ده البرومونتري ها فوقه ها في اوفال ويندو ها وتحت هنا راوند ويندو ها اوفال وراوند، اوفال ويندو وراوند ويندو موجودين في الميديال وول. وعندي ايه كمان؟ في نيرف معدي كده اهو لجزء هوريزونتال ها وبعد كده نازل جزء فيرتيكال عشان يخرج من الكره بتاعته. النيرف ده ماشي جوه حاجه اسمها بوني فيشال كلام، ماشي في الحيطه فيشال نيرف ماشي لاترال ها ماشي، كان الاول لاترال في الانر اير هنا باك وورد ثم نازل داون وورد بيخرج من عند الستايل ومسكون الكوره من هنا. اللاترال وول هنا تنبني من دي، ده الايه الوول بتاعت الميدل اير، الحيطان بتاعتها الرسمه دي كده. بعد كده يقول لي ايه جوه الميدل اير؟ ايه جوه الكافيتي بقى؟ ايه جوه الكافيتي؟ جوه الكافيتي ها بتاع الميدل اير معايا زي ما في كده حاجه اسمها كافيتي اوف ذا لارنكس، كافيتي اوف ذا لارنكس ها سمعت حاجه اسمها كافيتي اوف ذا لارنكس معايا؟ جواه ايه؟ جواه في هواء معايا، جواه هواء متغطي بيقص من بينه وبقى تقول البستيبيول، وبعد كده في ريما بستيبولاي ها وفنتريكل وريما جلوتس وانفرا جلوتس بار. فاكر حاجه اسمها كافيتي بتاع لارنكس؟ في حاجه اسمها كافيتي بتاع لارنكس معايا ولا لا؟ ها كافيتي اوف ذا لارنكس، في كافيتي بتاع الميدل اير
معايا الكبد بتاع اللافنس ده، في نيرفات بتبقى موجوده جوه الكبد بتعمل سبلاي من النيرفات اللي جوه الكبد. انا حضرتك كده احنا بنتكلم دلوقتي على الكبد بتاع مين ايه؟ جواه ايه؟ قال جواه هواء. ايه؟ طبعا الهواء ده داخل من قناه الساكيوس رايح المقصود انتر. في هواء المقصود انتر ده يعتبر زي جيوب الانفيه كده بس ما بيفتحش في النوز فما اقدرش اقول عليه جيوب انفيه. في هواء من مين ايه؟ طب وفي ميوكوس ممبرين والميسينيوم والكلام ده تمام؟ معايا؟ طب في ايه كمان؟ قال لي بقى في ثلاث عظمات، ثلاث عظمات عاملين ازاي؟ اهم راكبين في بعض كده، واحده اهي ليها راس وليها ايد. ليها راس وايد، والثانيه ليها بودي وبروسيس صغير وبروسيس كبير عامله كده. ادي عظمه وعظمه ثالثه عامله كده. ثلاث عظمات عاملين المنظر ده. ممتدين من اللاترال وول من عند التمبانيك ممبرين، ثلاث عظمات دول من التمبانيك ممبرين، يعني ماسكه في التمبانيك ممبرين. لغايه ها الاوفال ويندو الميديال ويندو. ممتدين من اللاترال الميديال ويندو، طبعا الثلاث عظمات دول احنا عارفينهم اسمهم ايه؟ ها العظمه دي اسمها ميلس. والعظمه دي اسمها الانكس. والعظمه دي اسمها ستيكس. ميليس وانكس وستيكس. وده كده ادي ستيكس. ستيكس طبعا لها ايه؟ لها هيد ونك. ها دي هيد ودي نك. ولها حاجه اسمها كراس ولها حاجه اسمها فوت. الفوت بتاعتها بتقفل الاوفر ويندو. والانكس ها دي سندان اللي بتخبط عليها. لها بودي ولها حاجه اسمها شورت بروسيس اللي بيعمل الفرصه هنا، ولها لونج بروسيس اللي بيبقى ارتكوليتد مع الاثنين. والميليس دي لها راس هيد ولها ايد هاندل. هيد ها وهاندل، والهاندل بتاعتها دي ماسكه في التمبانيك ممبرين عند حته اسمها الامبو. اهي ده التمبانيك ممبرين. معايا كده؟ ادي ايه؟ ها ده التمبانيك ممبرين وده الاوفر ويندو، ده التمبانيك وده الاوفر ويندو. دي ثلاث عظمات ارتكوليتد، دول موجودين في المينيكيوز. ثلاث عظمات ميلياس وانكس وستيكس. ما بينهم جوينت، نوع الجوينت ما بينهم على فكره نوع ايه؟ بلين ساينوفيال. بلين ساينوفيال. تمام، ادي ثلاث عظمات. قال لي ايه كمان؟ جوه ها جوه يا جماعه الكارد بتاع الميدل اير، قال لي في عندك عضلتين. في عضله في عضله ماسكه ها في الميدل، في عضله ماسكه هنا. عضله ماسكه هنا في الحته دي كده. ها عضله ماسكه هنا. وعضلة ثانية ماسكة هنا في النيك بتاعت الستيلس. العضلتين دول اسمهم ايه وجايين منين؟ واحدة جاية من عند الانتيرول. خليك معايا لو سمحت. ركز هنا معايا اهي. العضلة اللي ماسكة في الهندل بتاعت العضلة دي اسمها ايه؟ اسمها تنسور ها تنسور ها تمبانات. العضلة دي اسمها تنسور ها تمبانات. وعضلة تانية ها ماسكة عند النيك اوف ذا ستيبلز اسمها استابيديس. العضلتين دول واحدة اسمها تنسور تمباناي، واحدة اسمها استابيديس. تنسور تمباناي دي عضلة موجودة في الميدل اير جاية من الجانب الانتيرول. طب قول لي بقى هي عضلة لازم انا في الاناتوم اقول اورجن وانسيرشن. التنسور تمباناي بتاخد اورجن منين؟ بتاخد اورجن منين؟ بتاخد اورجن من هنا. من ده ايه؟ من عند الكارتليجينس بارت بتاع الاوديتري تيوب. الاوديتري تيوب بيبقى لها جزئين، جزء بني وجزء كارتليجينس. هي بتاخد اورجن من عند الكارتليجينس بارت بتاع الاوديتري تيوب. الكارتليجينس بارت بتاع الاوديتري تيوب ده يا ولاد موجود ما بين عظمتين. عامل جروب هنا ها ما بين عظمه الستينويد ركز معايا وعظمه البيتر. هي ماسكه في الكارتليجينس بارت وماسكه كمان في الجريتر وينج اوف الستينويد. جريتر وينج اوف ذا ايه؟ سيب له حته صغيره في جريتر وينج. وماسكه فين كمان؟ ماسكه في البوني كانال بتاعتها اللي هي البون بتاعت في بون هنا ما كانال فور تنسور تمبانات. الاورجن بتاعها ها من ثلاث حتت. واحد الكارتليجينس بارت بتاع الوديتري تيوب. اثنين ها من جريتر وينج اوف ستيرويد، جريتر وينج اوف ستيرويد اللي ماشي عنده الكارتليجينس بارت. ثلاثة ماسكة ها اثنين في الجريتر وينج، ثلاثة ماسكة اتس اون بوني كانال. يعني ايه اتس اون بوني كانال؟ يعني الكنال بتاعتها ده كانال فور تنسور تمبانات. ودخلت في الميدل اير، ايوه دخلت هنا العضلة دي عشان تمسك فين؟ ها تمسك فين؟ قال لي تمسك هنا في الهاندل بتاعت الايد، ايد بتاعت المطرقة. معايا الايد بتاعت المطرقة ها، يبقى تاني الاورجن بتاعها من ثلاث حاجات. الاورجن بتاعت التنسور تمباناي منين؟ كارتليجينس بارت بتاع الاوديتري تيوب. ها منين كمان؟ جريتر وينج اوف ستينويد.
ثلاثة من اتس اون بودي كانال بتخش في البوم بتاعتها اهي الكلام بتاعتها عشان تعمل انسيرشن في الايد بتاعت الميد. ايد بتاعت الميد. طب النيرف السبلاي بتاعها في نيرف طالع من الايه من المانديبولر طالع من الترنك. هو الترنك بتاع المانديبولر فين؟ ها راجع كده على البون. الترنك بتاع المانديبولر في حاجه اسمها الفورامين اوفال. فورامين اوفال ترنك ده طالع يدي ايه؟ يدي نيرف توميديال سينجويد. نيرف توميديال سينجويد بيدي الميديال سينجويد ويدي مين كمان؟ بيدي عضله ماسكه في الاسكافويد مع اثنين سور ها بلاطات ويدي عضله ماسكه في الاوديتري تيوب ها معايا في الاوديتري تيوب وماسكه في الجريتر وينج اسمها ايه العضله دي؟ تنسور تمبر. نيرف سبلاي بتاعها نيرف توميديال ها نيرف توميديال سينجويد طالع من عند الفورم هتلاقي الفورم الاوفال جنبنا. لو انت معاك سكال دلوقتي تلاقي الفورم الاوفال جنبنا. فورم الاوفال ها معايا طالع منه المانديبولار نيرف ترانك بيدي مين؟ تنسور بلاطاي وتنسور تمبرا. تنسور تمبراي ماسكه فين؟ ماسكه في الكارتريجنال بارت بتاع الاوديتري تيوب والجريتر وينج اوف ستيفنويد اللي فيها الفورام الاوبال الاساسي. جريتر وينج اوف ستيفنويد اللي فيها الايه؟ الفورام الاوبال اللي بيعدي فيه المانديبولا دي. فالنيرف سبلاي بتاعها اسمه نيرف توميديال ايه؟ ديليجوري. طب الاكشن بتاعها الاكشن بتاعها فيسيولوجي اكتر منه اناتومي. بتعمل ايه؟ ها بتحجم التمبانيك ميمبرين والايد بتاعت الميديا. ها بتعمل ريستريكشن للموفمنت هي اسمها تنسور بتشد تنسور تمبانات بتشد التمبانيك ميمبرين. بتشد التمبانيك ميمبرين يعني ايه؟ يعني بتشد الايد بتاعت الميديوس الايد ده ايه؟ اللي هي ماسكه اساسا في التمبانيك ميمبرين. بتشد الايد دي اللي هي ماسكه في التمبانيك ميمبرين عشان ايه؟ عشان ما يتحركش بصوره كبيره. عشان التمبانيك ميمبرين ما يتحركش بصوره ما يتحركش بصوره كبيره ليه؟ عشان التمبانيك ميمبرين الاهتزاز بتاعه ده بيحرك الميديا ودي بتخبط في الانر ودي بتخبط في الانر معايا ها وده كله بيروح للانر اير بعد كده. فقال لي ايه؟ ها هي بتشد الايد بتاعت معايا المطرقه بتاعتي دي التنسور تمبانات ريستريكت الموفمنت بتحجم الموفمنت بتاعت التمبانيك ميمبرين. فدي عضله اسمها تنسور تمبانات موجوده فين؟ في الانتيرول. في عضله بقى ثانيه موجوده في البوستيرول اسمها ايه؟ عضله اسمها السابيديال. السابيديال دي بتاخد اورجن منين؟ بتاخد اورجن من البيراميد ده. البيراميد ده مكان مجوف ها مكان مجوف. بيراميد ده اهو مكان من جوه مجوف هيقول لي بتاخد اورجن من الوول بتاعه من جواه. البيراميد حته في البوستيرول ها معايا مجوفه. فبتاخد منها اورجن عضله اسمها السابيديس ورايحه فين السابيديس؟ رايحه تعمل انسيرشن في النيك بتاعت الاستيبس. السابيديس بتعمل انسيرشن يا جماعه في النيك بتاعت الاستيبس والاورجن بتاعها من البيراميد من البوستيرول هول يعني واحده في الانتيرول هول واحده في البوستيرول لو لاحظت كده. واحده في الانتيرول واحده في البوستيرول عضلتين. معايا البيراميد ها جايه من البيراميد السابيدي جايه من البيراميد ورايحه تعمل انسيرشن في النيك اوف ذا ستيبس. طب بتعمل ايه؟ برضه بتحجم الاستيبس. العظم السابيديس بتمسك الستيبل بتمنع الاكسسيف موفمنت عشان كده لو حصل لها باراليسيز مشهوره قوي مع الفيشا نيرف لو حصل لها باراليسيز يحصل حاجه اسمها هايبر اكلوزيس اوف فويس. هايبر ها هايبر اكلوزيس اوف فويس دي مكتوبه في الفيشا نيرف قبل كده لو انت مذاكر يعني ايه ما بين قوسين كده يقول لك الساوند ار اب نورمال لو الساوند ها بيبقى اب نورمال ها لو هايبر اكلوزيس اوف فويس. العضله دي اسمها ايه؟ سابيديس. النيرف بتاعها فيشيا تمام. ادي العضلتين اللي في الميدل اير واحده في الانتيرو وواحده في البوستيرول تمام. طيب عرفت العضلتين دلوقتي الميدل اير جواها هواء وميوكوس ممبرين جواها ثلاث عظمات جواها عضلتين اثنين مهمين جدا لازم اذاكرهم هيقول اسئله في الانات وساعات بيجوا اسئله في الفسيولوجي كمان يعني مهمين انات وفسيولوجي في العضلتين دول. طيب ايه بقى النرفات؟ ايه النرفات عندك؟ خليك معانا خامس حاجه نرفات في الميدل اير نيرفات يا جماعه في الميدل اير. قال لي انت عندك نيرفين واحد على اللاترال وول واحد على الميديال وول. بص كده ها ده معايا ده التمبانيك ميمبرين وده الميديال معايا المطرقه. ما بين الهاندل بتاعت الميديال والتمبانيك ميمبرين في نيرف هنا معدي في نيرف نوبل. نيرف ده مين؟ نيرف ده اسمه كوردا تمبانات. نيرف ده اسمه كوردا تمبانات. كوردا كوردا تمبانات ده طالع منين؟ طالع من الفيشن من الفيرتيكال بارت. من الفيرتيكال بارت فين؟ لو انا مذاكر كويس فانت لازم تكون مذاكر كويس دلوقتي بقى. طالع من الحته دي قبل السايلو مسطول فورم بحوالي 6 مللي.
كورنة البناي اهو قبل الستايلو مكتوب الفورامين ب 6 مللي، الكلام ده مكتوب قبل كده في الفيشيا. ها الكورنة البناي بيمشي داون وورد، ها داون وورد وفورو ماشي هنا ماشي جوه الكابيتي. الفيشيا نيرف نفسه مش جوه الكابيتي، الكورنة البناي ماشي جوه الكابيتي، ماشي فين؟ اهو في الحته دي بالظبط على السايد بتاع ما بين الهاند الانتميديت والتمبانيك ميديت، ماشي ما بين. والكورنة البناي بعد كده يعمل ايه؟ يخرج من فيشر صغير قوي، حاجه اسمها جدرو تمبانيك فيشر، وينزل في حته اسمها الانفرا تمبورال فوس. انفرا تمبورال فوس مره جاب سؤال قال ايه؟ معايا قال ايه؟ قال لو واحد جاله انفلاميشن في الميدل اير، معايا ده مذاكره امتحاناتي بس امتحان قديم شويه من خمس سنين. لو واحد جاله انفكشن في الميدل اير معايا هيجي له ايه؟ هيأثر التست سنسيشن في الطن ازاي؟ سؤال كده، واحد جاله انفلاميشن في الميدل اير، ها؟ جاله انفلاميشن في الميدل اير. انفلاميشن في الميدل اير. راح كاتب كده هيأثر في التيست سنسيشن في الطن. هيأثر لي في التيست سنسيشن في الطن. هاو كيف؟ طبعا السؤال ده كان خدعة وناس كتير اتخدعت فيه. لأنه إيه؟ راحوا متكلمين عن جروسو فارينجي. راح إيه؟ جاب سيرة الجروسو فارينجيال، وقال لك البوستيريور سيرد أوف ذا تانج. ليه؟ قال لك أصل النيرف الرايح الميدل إيرت وتمباني جايب الجروسو فارينجي. طبعا لا غلط. هنا لو حصل انفلاميشن في الميدل إير، انفلاميشن في الميدل إير أو انفكشن في الميدل إير يأثر في التانج في الأنتيرو تو سيرد. تيست سنسيشن ليه؟ عشان الكورتا تمبانات. الكورتا تمبانات الجروسو فارينجال ملوش دعوه، الجروسو فارينجال ما بيعديش في الميدل اير، اللي بيعدي منه برانش منه اسمه تمبانيك وده ملوش دعوه بالتيست. تمبانيك برانش بتاع الجروسو فارينجال ملوش دعوه بالتيست خالص. النيرف اللي بيأثر في التيست لو حصل انفلاميشن في الميدل اير هو الكورتا تمبانات. كورتا ايه؟ تمبانات. معايا الكورتا تمبانات موجود في الميدل اير. معايا اهو كوردا تمبناي. طبعا انت عارف قصته لو انت مذاكر، ها طبعا هو ما شرحوش في الكتاب هنا، وقال لك ايه؟ ها في كوردا تمبناي بلاش بالفيشيال، هيقول لك بعد كده ماشي في الانفرا تمبرال فوسا بعد ما ساب الميدل اير، وفي نيرف شالوس بولينجوال، وكوردا تمبناي ده تيست وبارا سمباثيك، التيست بتاعه رايح الانتيرو تو سيرفو تو تاون، اما البارا سمباثيك اللي فيه رايح لفين؟ ها لو انا مذاكر رايح لحاجه اسمها سب مانديبولار جانجلون، يروح للسب مانديبولار والسب لينجوال سليفري. يعني ممكن يقول لي برضه انفلاميشن في الميدل اير بيأثر في ها معايا الايه السلايفا سكريشن بتاعة السلايفا ازاي؟ ها سكريشن بتاعة السلايفا ازاي؟ ممكن هنا بقى عن طريق حاجتين هقول لك بقى حاجتين، لو أثر في السلايفا ممكن يأثر خالص. هقول لك بقى ازاي؟ لأن يعني ممكن يأثر في الكورتا تمبناي ويأثر في الليزر بتروزل رايح الباروتيد. معايا هقول لك ها في ليزر بتروزال نيرف طالع من التمبانيك بلكسس رايح الفاروتي كده فهيأثر في السكريشن بتاعت هيأثر طبعا هيأثر كوردا تمبانيك نوع ايه تيست وايه وبارا سمباثيك تمام. كوردا تمبانيك موجود فين في الميدل اير؟ اهم حاجه موجود في الميدل اير لما تيجي تذاكره مكتوب يا جماعه في الفيشال نيرف موجود ناحيه اللاترال وول اهو. اهم حاجه موجود ناحيه عن ايه اللاترال وول بتاع الميدل اير يا اولاد؟ ايه اللاترال وول بتاع الميدل اير؟ اللي هو التمبانيك ميمبرين. التمبانيك ميمبرين. ايه اللاترال وول بتاع الميدل اير؟ اللي هو التمبانيك ميمبرين. اللاترال وول بتاع الميدل اير اللي هو التمبانيك ميمبرين. الكورتا تمبانات ماشي عند التمبانيك ميمبرين. ماشي عند التمبانيك ميمبرين تمام. ده الكورتا تمبانات ونوع ايه؟ عرفت نوع ايه؟ ها كورتا تمبانات نوع ايه؟ طيب معايا خلاص يا جماعه خليك معايا هتلاقيه مكتوب السؤال ده هتلاقيه مكتوب ها انا منزلك بقول لك 142 سؤال في الايد والايد كده حلهم حل الكلام ده حل الحاجات دي ماشي ما تعرفش تحله اسالني ما تعرفش تحله اسالني قد ايه ماشي طيب بص معايا ادي كوردة البناي نيرف طب ايه كمان في الميدل اير نيرفات يا اولاد نيرفات ها نيرفات كمان ادي في حاجه اسمها تمبانيك بريمس
تمبان الفليكسس ها موجوده فين؟ قال لي موجوده على الهرمون، مهم قوي موجوده على الهرمون. طب مين اللي عاملها؟ تمبان الفليكسس فورميشن مين اللي عاملها؟ اللي عاملها اساسا النيرف ده. اسمه ايه النيرف ده اللي جاي من تحت؟ اسمه تمبان برانش بتاع الجلوسوفارينج. تمبان برانش بتاع الجلوسوفارينج ازاي بيخش الميدل اير؟ من تحت من الفرور. عند في فتحه كده اسمها تمباني كاناليكولاس، فتحه صغيره عند حاجه اسمها جاجولار فوسطا مش هنشوفها. فتحه صغيره بيخش التمباني برانش ده بيعمل التمباني بلكسس. التمباني بلكس التمباني برانش ده نوع ايه؟ نوع سنسوري اند بارا سمباثيك. نوع سنسوري ها سنسوري جنرال مش تيز. نوع سنسوري اند ها بارا سمباثيك ما فيهوش تيست خالص. ها ما فيهوش تيست. تمبانيك برانش ده ما فيهوش تيز، نوعه سنسوري جنرال اند بارا سمباثيك. ما فيهوش تيز. ها؟ لا يوجد فيه تيز سنسيشن. ده تمبانيك برانش بتاع الجلوسو فارينج، تمام؟ طب هو الوحيد يا اولاد اللي ها بيعمل التمبانيك بلكسس؟ قال لي لا، بيساعده كمان شويه سمباثيك فايبر جايه من كاروتين سمباثيك بلكسس. سمباثيك فايبر جاهز معايا ها، وممكن نقول شويه بارا سمباثيك جايين من الفيشيال نيرف ها معايا، شويه بارا سمباثيك جايين من الفيشيال. اساسا التمبانيك بلكسس اللي عاملها تمبانيك برانش. ممكن يقول لي في الكتاب كده في كونتريبيوشن مشاركه من الكاروتيد سمباثيك بلكسس وكمان مشاركه من الفيشيال، ده حاجات بسيطة جدا، إنما الأساس هو ده تمبانيك برانش بتاع الجلوس سوبر انجن. طيب ها خلي بالك التمبانيك بلكسس دي أهم حاجة هي فيها سنسور وفيها بارا سمباثيك. السنسور اللي فيها ديستريبيوشن هيعمل سبلاي لإيه سنسيشن؟ قال لي هيدي سنسيشن للميدل إير دي كلها. يعني الميدل إير كلها سنسور من هنا. طب هيعمل سنسيشن لإيه كمان؟ قال لي هيدي سنسيشن لده إيه؟ مسطرة انتر. زي البارا نزل ارسايلر. ها؟ زي البارا، مش كل بارا نزل ارسايلر يا جماعه دي نيرف سبلاي. قال لي زيه. مسطرة انتر بيحس، يعني مثلا ممكن يجي يقول لي ايه؟ النيرف سبلاي بتاع الاسمويدل اسمويدل. لما ذاكر هقول له انتيرو سمويدل نيرف. ها؟ نيرف سبلاي بتاع السيفينويدل. لما ذاكر اقول له بوستيرو سمويدل نيرف. نيرف سبلاي بتاع الفرانتال. ارسايل اقول له لما ذاكر النيرف سبلاي بتاع الفرانكل ارسايل اللي هو سوبرا اوربيتال. طيب نيرف سبلاي بتاع الماستويد انترام. ما هو زيهم ها بس مش جوه انفيه لانه ما بيفتحش في المناخير، فراغ في البول. نيرف سبلاي بتاعه ايه؟ تمبانيك بلكسس. نيرف سبلاي بتاع الماستويد انترام ايه؟ تمبانيك بلكسس. طب التمبانيك بلكسس بتدي الماستويد انترام، بتدي الميدي اير، بتدي الحته دي كمان، الحته دي اسمها ايه؟ البوني بارت، بتاع الاوديتريتيف، البوني بارت بس. البوني بارت بتاع الاوديتري ايه؟ كيوب، دي اسمها تمبانيك ايه؟ بلكسس. طب التمبانيك بلكسس دي فيها بارا سمباثيك. البارا سمباثيك اللي فيها جاي منين؟ اللي هو اساسا تمبانيك، برانش ده نوعه ايه؟ خلي بالك سنسوري اند بارا سمباثيك. البارا سمباثيك اللي فيها بقى هيعمل ايه يا اولاد؟ هيطلع لفوق يخترق التيجمنت البنايل. ها؟ يخترق التيجمنت البنايل في عندك ها فتحه اسمه هيتس فور النيرف ده. النيرف ده اسمه ايه؟ النيرف ده اهو اسمه ليزر بتروس. ها معايا؟ هيقدر كل ليزر بالنيرف ده اسمه ليزر بتروزل يمشي فوق كده. ليزر بتروزل ده بارا سمباثيك. ما راحش الميدل اير. بارا سمباثيك الليزر بتروزل رايح فين بقى؟ ها رايح فين؟ بيعدي من الكره من الاوبال يعمل ريليف اوتيك، يعمل صبايا وينزل باروتك ايه؟ جلاد. معايا؟ يعمل صبايا باروتك اه. يعني دلوقتي لو جه قال لي ايه؟ ها هل واحد جاله انفلاميشن في الميدل اير هل ممكن تاثر في السلايفا سكريشن؟ ممكن تمنعه خالص. هو السلايفا مين اللي بيفرزه؟ صاب مانديبولار وصاب لينجوال. ها ومين النيرف البارا سمباثيك بتاعهم؟ كوردات البناء موجود هنا. طيب مين ها اللي بيروح للباروت الجيلان بارا سمباثيك خلاه سكريتو موتور؟ اسمه ليزر بتروزل. طب ليزر بتروزل ده منشاه فين؟ تمبانيك بلكسس اللي في الميدل اير.
معايا؟ فبالتالي لو حصل انفلاميشن في الميدل اير ممكن ياثر في ممكن يمنع السلايفر سبيش معايا، ممكن يمنع السلايفر لان النيرفات الباراسمباثيك للسب مانديبولار والسب لينجوال والباروتي جلاند موجودين في الميدل اير. ها معايا سواء في الماني بريكسس او سواء ها معايا اللي هو الكورزا. مهمه جدا النيرفات دي كورزا تمباناي وتمبانيك دول موجودين في الكافيتي. طب واحد يقول لي الفيشل نيرف، الفيشل لا الفيشل نيرف مش موجود في الكافيتي، الفيشل نيرف موجود جوه الحيطه جوه بوني فيشل كانال، الفيشل نيرف مش موجود في الايه في الميدل. يعني لو حد قال لي ايه النيرفات اللي جوه الكافيتي بتاع الميدل اير ما جبتش سيره الفيشل، الفيشل نيرف غلط. امال الفيشل نيرف ماشي فين؟ ماشي جوه الوول. يعني ايه جوه جوه الحيطه؟ ماشي جوه حاجه اسمها بوني فيشل كلام في الميديال وول والبوستيرول، مش ماشي جوه الكافيتي، مش دعوه بيه. ماشي جوه الوول. ماشي جوه الوول بتاع مش في الكافيتي. الكافيتي بتاع الميديال اير يعني نيرفينيك امباس، كورتا تمباناي ها وايه؟ وتمبانيك بريس. معايا كده؟ تمام. ادي نيرفات ها، نيرفات طبعا كورتا تمباناي على اللاترال وول والتمبانيك بريسس على الميديال وول عند الفرومونتي، المصيلات واحده قدام اسمها تنسور ها تنسور تمباناي واحده ورا اسمها ستابين. تمام. الارتراهات بقى في الميديال اير كام ارتري؟ خمسه. خمسه دول جايين ازاي؟ تعالى نقولهم كده. خمسه ارتري، خمسه ارتري في الميديال اير جايين ازاي؟ واحد جاي من ورا، بص كده تعالى نقول اساميهم وجايين منين. واحد جاي من ورا داخل من ورا من هنا. ها واحد جاي من فوق من سيجمنت البناي بيخترق، واحد جاي من تحت، واحد جاي من قدام. اسمهم ايه دول؟ سهلين قوي. ها بص كده معايا، تعالى نقولهم يا اولاد، ركز معايا السبوره كده. اللي جاي من فوق اسمه سوبيرو تمباني، واللي جاي من تحت اسمه انفيرو تمباني، واللي جاي من قدام اسمه انفيرو تمباني. لا الرسمه دي مش مرسومه عندك كده، ها معايا بدور حاجات على السبوره هنا لو سمحت. اللي جاي من قدام اسمه انفيرو تمباني، واللي جاي من ورا اسمه سوبيرو تمباني. تعالى نقول هو السوبيرو تمباني جاي منين؟ سوبيرو تمباني فكر معايا كده جاي منين؟ جاي من ارتري اخير في الكرينيال كافيتي في الميدل كرينيال فوسطا، جاي من ارتري موجود في الميدل كرينيال فوسطا. ها مين ارتري موجود في الميدل كرينيال فوسطا؟ ها ارتري موجود في الميدل كرينيال فوسطا ومعلم على البون هنا اسمه ميدل مينينج. قال لي ها السوبيريو تمباني جاي منين يا اولاد؟ جاي من الميدل مينينج، جاي من ارتري موجود في ها في الميدل كرينيال فوسطا ومعلم على البون. الارتري ده اسمه ايه؟ سوبيريو تمباني. تمام؟ طيب ارتري جاي من تحت، خليك معايا وركز عشان تفتكر. ارتري جاي من تحت اسمه ايه؟ ها اسمه يا اولاد انفيرو تمباني. انفيرو تمباني جاي منين؟ جاي من ارتري ماشي ها معايا تحت هنا عند الوول بتاع الفارنكس اسمه اسندنج فارنجل. اسندنج فارنجل. طب ارتري ها ارتري اسمه بوستيرو تمباني جاي منين؟ جاي من ارتري معدي في الفورامن ده. تعرف الفورامن ده بيعدي ارتري اسمه ايه؟ الفورامن ده في فورامن فين هنا؟ ما بين الماستوليك والستايلوز. في فورامن هنا ما بين الستايلوز اسمه ايه؟ الفورامن اسمه ستايلو ماستوليك فورامن اللي بيعدي فيه الفيشال نيرف. ده في ارتري بيعدي معاه اسمه ايه؟ ستايلو ماستوليك ارتري. طب لو انا مذاكر الستايلو ماستوليك ارتري ده برانش منين؟ اقول انا برانش من البوستيريور اوريكولار. برانش من البوستيريور اوريكولار. ايه البوستيريور اوريكولار ده؟ ارتري برانشات الاكسترنال كاروتيد. ارتري ماشي ناقص بوستيريور اوريكولار ماشي سوبركيشن هنا بيدي هنا ستايلو ماستوليك ارتري. طيب مستوط ارتري ده هو اللي بيديني ها بوستيرو تمباني، بيديني بوستيرو تمباني. ها سوبيرو تمباني جاي منين؟ ميدل منين؟ بوستيرو تمباني اسندنج فارنجل. ها بوستيرو تمباني جاي من السايلو مستوط. انتيرو تمباني بقى جاي من ارتري. ها المفروض افتكره من ايام زمان برانشات المجزله للفيرنس بار مياده. فاكر انت واحد من برانشات المجزله اسمه ايه؟ ها واحد اسمه ايه؟ قال لي ارتري هنا اسمه انتيرو تمباني. برانش من ها معايا برانش من فيرست بارت بتاع المجزله دي. في واحد كمان بقى جاي من انترنال كاروتي. ها جاي كده اهو اسمه ايه؟ اسمه كاروتيكو تمباني. في كام ارتري تمباني دلوقتي؟ خمسه. مين الخمسه؟ سوبيريور جاي من فوق من الميديا كرينال فوسطا، انفيريور جاي من تحت بيختلط الفلور، ها بوستيريور جاي من السايلو ماستويد، ها انتيريور جاي من قدام، ها بيعدي في حاجه اسمها بيترو تمبانيك فيشر.
معايا كده؟ واحد اسمه كاروتي كوت امبانيك، خمسه ارتري وابتدي جايين منين؟ خمسه تمبانيك ارتري، ومنين جدا؟ في الميدل اير في خمسه تمبانيك ايه؟ ارتري، تمام. طيب عندي بعد كده الميدل اير، قال لي بقى الميدل اير في قناه بتفتح فيها بقى اسمها اوديتري تيوب، الاوديتري تيوب دي شكلها عامل ازاي؟ اهي ممكن ارسمها كده على السبوره، الاوديتري تيوب اهي. لها جزء بني، ها لها جزء بني، ها ولها جزء كارتليجينوس. بص يا جماعه الاوديتري تيوب ها لها جزئين، جزء بني ها وجزء كارتليجينوس. يا جماعه اللي ورا ركزوا لو سمحتوا معايا، لها جزئين بني ها وكارتليجينوس. طول الاوديتري تيوب دي على بعضها 36 مللي، طولها ها 36 مللي، ثلثها ها بني وثلثينها كارتليجينوس، عكس الاكسترنال اوديتري ميدل. ركز كده معايا وانت بتذاكر عشان ايه؟ ها معايا تقارن كده، الاوديتري تيوب ها ثلثها بني وثلثينها كارتليجينوس، عكس الاكسترنال اوديتري ميدل. سنة الاوديتري ميتس دي كان ثلثها كارتريجينوس وثلثينها بون، هنا ده العكس، طولها 36 ثلثهم هنا البون 12 والكارتريجينوس 24 اكتر، ثلثها وثلثينها معايا. طيب الجزء البوني بار هيبقى ناحيه الفارنكس، طبعا بتربط الفارنكس مع الميدل اير، هيبقى ناحيه الفارنكس ولا الميدل اير؟ ده الجزء اللي ناحيه الفارنكس كارتليجينوس، ده انا بشوفه في العملي، الجزء اللي ناحيه الميدل اير اكيد اللي بون، معايا كده؟ يبقى البوني بار ده ناحيه الميدل اير. طب هي الميدل اير، ركز كده معايا شويه، الميدل اير علاقتها ايه مع الفارنكس او النيزوفارنكس؟ ميدل اير هنا والميزوفارنكس اهو، قال الميدل اير بتكون بالنسبه للميزوفارنكس لاترال وبوستيريور. الميدل اير بالنسبه للميزوفارنكس بتكون ايه؟ لاترال، بص الميدل اير مكانها هنا اهي ورا هنا، والميزوفارنكس اهو ورا النوز. قال الميدل اير بالنسبه للميزوفارنكس ها معايا كده بتكون لاترال لبره وبوستيريور. اذا البوني بارت ده بيكون عند الميدل اير، ها البوني بارت عند الميدل اير بيكون بوستيريور لاترال وطوله 12 مللي، بيكون ايه؟ بوستيرو لاترال وطوله 12 مللي، بيفتح عند الانتيرو وول بتاع الميدل اير، ما احنا قايلينه في الميدل اير، بيفتح عند الانتيرو وول طوله قد ايه؟ 12 مللي، ها؟ بيبتدي عند الانتيرو وول، معايا بالنسبه للكارتليجينوس بارت او بالنسبه للجزء الثاني بيكون ايه؟ بوستيرو لاترال. بوستيرو ايه؟ لاترال، تمام؟ بيبتدي في الانتيرو وول، طب يخلص فين؟ قال يخلص في حته ضيقه. حته ضيقه كده ما بين البوني والكارت، الحته دي اسمها الاسمس. الاسمس دي مكانها فين بالظبط؟ عند بدايه البروف. عند بدايه في حاجه اسمها بروف كده فور اوديتري تيوب ممكن يجي لك العمل، في بروف فور اوديتري تيوب ممكن يجي لك العمل، البروف ده ماشي فين؟ جزء الكارتليجينوس. البروف لازم نكون عارفينه من العمل، البروف ده ما بين عظمتين، من العظمتين بقعد اقوله كتير في العمل واوريه لكم في العمل، ما بين عظمه الفيترس وعظمه الجريفر وينج. لا الاسمس عند بدايته، بدايته دي فين؟ لو انا رحت عند جروب كده بدايته هلاقيني ما بين البترس والسكويموس تيمبورال. ها البترس تيمبورال والسكويموس تيمبورال بدايه الجروب. يعني في جروب يا جماعه كده ركز معايا لو سمحت. ها ادي البترس تيمبورال بون اهي، دي البترس تيمبورال بون. وادي هنا الجريتر وينج اوف سيفينويد، ده الجريتر وينج. في جروب ما بينهم على السكال، الجروب ده بيجي في العمل. يا جماعه اللي ورا في جروب ما بينهم ما بين البترس وبين الجريتر وينج اوف سيفينويد، جريتر وينج اوف سيفينويد ده هلاقي ان هو في فورامين اسمه فورامين اوفال فورامين سباينوي، وهنا بلاقي فيه كاروتيد كانال. البوني بارت انا مش شايفه، البوني بارت خلي بالك انا مش شايفه، ماشي جوه البترس. طب البوني بارت ده بيخبط فين؟ عند الحته دي. الحته دي قال لي ايه؟ قال لي في عظمه اهو، في عظمه ورا كده، دي البترس دي الجريتر، العظمه دي لو انا بصيت لو سمحت على السكال على العظمه دي تمبورال سكولوس تمبورال. قال لي المفروض البوني بارت ها بيخلص هنا، هنا دي فين؟ قال لي عند الانجل ما بين البترس والسكولوس تمبورال. البترس اهي بترس ها وده سكولوس تمبورال. بوني بارت بيخلص هنا، دي بدايه البروف. عند الاسمس
ما بين الفيتروس والسكويموس تيمبر. سكويموس تيمبر دول طيب ها بعد كده ها يمشي الكارتريجينوس بارت. كارتريجينوس بارت ده طوله قد ايه؟ 24 مللي. مكانه فين؟ ها مكانه ما بين العظمتين، ما بين العظمتين، ما بين العظمتين. مين ماشي هنا بقى اهو؟ هنا المفروض البوني بارت، هنا الكارتريج او الكارتريجينوس بارت هنا. ما بين العظمتين، ما بين عظمه اسمها فيتروس والجريتر وينج، في جروب ما بينهم. الكارتريجينوس بارت ما بين الفيتروس والجريتر وينج اوف سيفينويد، ماشي ما بينهم معايا. الكارتريجينوس بارت ده طوله 24 مل، وعلاقته ايه مع البوني بارت؟ بالنسبه له بيكون قدامه ميديال، انتيرو ميديال، بيكون قدامه وميديال. ركز معايا لو سمحت، بيكون قدامه وميديال معايا. وبيفتح فين الكارتريجينوس بارت؟ بيفتح فين الكارتريجينوس؟ عند الديزوفيرنس. لا بوني بارت ولا ايه؟ كارتريجينوس بارت. الكارتريجينوس بارت ده بقى لو انا ذاكرت كده، كارتريجينوس بارت ماشي ما بين الجريتر وينج والفيتروس. الكارتريجينوس بارت بس فيه اربع عضلات، اربع مصر، اثنين قصاد بعض هنا، اثنين قصاد بعض، واحده عند الاسمس عند اوله، واحده عند الميزوفارنكس فتحته. مين الاربعه دول لو جدع؟ مين الاربعه؟ اثنين قصاد بعض، لازم يمسكوا قصاد بعض، يفتحوا قصاد بعض. بيفتحوا الكارتريجينوس بارت ده على فكره كارتريج مش كامل، يعني ايه؟ يعني ممكن يفتح، خلي بالك يعني ايه كده عشان تفهم برضو. الكارتريج مش قابل من تحت، مش كامل كارتريج معايا. العضلات دي بتشد قصاد بعضها بتفتح. الكارتريج ده مش كامل من تحت، عشان كده بيقول لي ايه بقى؟ ايه الاربع عضلات؟ العضلات ماسكين في الكارتريجينوس بارت. مين الاربعه دول؟ عند ايه السنين بالصفاوي حاجه ممكن يجي لك سؤال كده، غير ماسل اتاتش تو ذا اوديتري تيوب اند ايه السنين بالصفاوي. مين دول يا عم؟ ها مين الماسل دول؟ قال لي في اثنين قصاد بعض. عارف الاثنين قصاد بعض دول مين؟ عارف مين؟ واحده اسمها تنسور بلاطاي، واحده اسمها ليتور بلاطاي. تنسور بلاطاي ماسكه فين؟ ماسكه في الاوديتري تيوب. لاترال ولا ميديال؟ لما ذاكر، لما ذاكر ها تنسور بلاطاي ماسكه في الاوديتري تيوب، وماسكه كمان في السكافويد قصه بتاعت السيفينويد، وماسكه كمان في السباين بتاعت السيفينويد. هو السيفينويد بالنسبه للاوديتري تيوب كان ايه؟ ها السيفينويد بالنسبه للاوديتري تيوب السيفينويد بالنسبه للاوديتري تيوب كان ايه؟ لاترال. اذا هتلاقي كده التنسور بلاطاي لما اجي اذاكرها ماسكه في السيفينويد دول واللاترال سايد بتاع الاوديتري تيوب. ها معايا يا جماعه؟ انا بحاول افهمك انت ذاكر ازاي. طيب امال في عضله اسمها ليفيتور بلاطاي، ليفيتور بلاطاي قصادها ايه؟ ماسكه فين الليفيتور بلاطاي؟ ماسكه فين؟ ركز كده معايا، ركز معايا، ماسكه في الاوديتري تيوب، وماسكه كمان فين؟ في الفيتروس تيوب. فيتروس تيوب قدام الكاروتيد كانال، يعني ماسكه في الاوديتري تيوب ناحيه ايه؟ ميديال. هيقول لك ماسكه في الاوديتري تيوب ناحيه ايه؟ ميديال. تنسور بلاطاي ماسكه في الاوديتري تيوب ناحيه لاترال، ليفيتور بلاطاي ماسكه في الاوديتري تيوب ناحيه ميديال. تنسور وليفيتور، دي قصاد بعض. ايه كمان؟ في عندي عضله هنا وعضله هنا. مين دول بقى؟ مين دول؟ العضله ده ايه؟ اللي عند الاسمس، قريبه من الاسمس، قال لي دي اللي داخله في الميديال. ما هي العضله دي اسمها تنسور تمبانات، اللي داخله في الميديال اير. تنسور تمبانات، تنسور بلاطاي، ليفيتور بلاطاي، تنسور تمبانات، وعضله عند فتحه الميزوفارنس. العضله دي انا بشوفها في العمل اسمها ايه؟ اسمها سالفينجو فارنجا. اسمها سالفينجو فارنجا. كام عضله دلوقتي؟ اعد معاك اربعه، اربع عضلات. مين الاربع عضلات؟ ها مين الاربع عضلات؟ ها تنسور بلاطاي، ليفيتور بلاطاي، تنسور بلاطاي، ليفيتور بلاطاي، تنسور تمبانات. مصر اسمها ايه هنا؟ مصر كمان اسمها سالفينجو فارنجو. طب المصر دي من حيث النيرف سبلاي، المصر دي من حيث النيرف سبلاي، ها اثنين بياخدوا نيرف تو ميديال تيمبويد، واثنين بياخدوا من فارنجيال فليكسس. اثنين بياخدوا من النيرف تو ميديال تيمبويد، اثنين مين الاثنين اللي بياخدوا من النيرف تو ميديال تيمبويد؟ اثنين بياخدوا من النيرف تو ميديال تيمبويد. ها نيرف تو ميديال تيمبويد بيدي تنسور بلاطاي وتنسور تمبانات، امال الفرنج نيرف بليكسس بتدي مين؟ بتدي الليفيتور بلاطاي معايا، الليفيتور بلاطاي، وبتدي كمان سالفينجو فارنجا. اثنين ها نيرف تو ميديال واثنين فرنجا نيرف بليكسس.
الارتيريا النيرف سبلاي بقى بتاع الاوديتري تيوب منين؟ ماشي يا جماعه. ها نيرف سبلاي ايه؟ نيرف سبلاي ايه؟ ها عرفت النيرف سبلاي بتاع المصر اللي ماسكه في الاوديتري تيوب يا جماعه؟ اثنين. ما ها اثنين نيرف سبلاي بتاعهم نيرف ميديال بالويل تنسور ها وتنسور، واثنين النيرف سبلاي بتاعهم فارينجال بلكسس ها ليفيتور بلاتاي معايا وسالبينجو فارينجس ها ليفيتور وسالبينجو. طيب النيرف سبلاي بتاع الاوديتري تيوب ايه؟ جزء البني النيرف سبلاي بتاعه زي الميديكير منين؟ امبادد بلكسس. طب جزءها ها الكارتليجينس، جزءها الكارتليجينس. النيرف سبلاي بتاعه زي الميزوفارنس. هو الميزوفارنس بياخد نيرف سبلاي منين؟ ها من نيرف كده اسمه ايه؟ اسمه فارينجيال برانش بتاع التيرمو بلاتاين معايا جزءها البني ها بوني. يا جماعه اللي بيتكلموا ها يا شاد يا كريم خليك معايا، جزءها البني النيرف سبلاي بتاعه تمبانيك بليكسس، جزءها الكارتريجينس زي الهيدوفارس. ها الارتيريا سبلاي بتاعها على فكره ارتري اوف تريجويد كانال، في ارتري كده اسمه ارتري اوف تريجويد كانال. الاوديتري تيوب والعضلات اللي ماسكه فيها ايه؟ معايا كده؟ ده الاوديتري تيوب وظيفتها تعادل البريشر حوالين الاير درام. طيب نيجي بعد كده في عندك بقى ها في اخر كتاب الجوينت، الجوينت بتاعت الهيدوينيك الأطلس يا جماعة articulated مع البيز بتاع السكال. في جوينت عندك اسمه أتلانتو أوكسيبيتال، ركز شوية كده معايا. في جوينت اسمه أتلانتو أوكسيبيتال، الأتلانتو أوكسيبيتال ده جاي ازاي؟ ادي الفورم المطنب، أنا عندي كده ده الفورم المطنب، ركز معايا يا جماعة اللي بيتكلموا. ده الفورم المطنب، أنا عندي حوالين الفورم المطنب ده في الحتة دي كده اسمها أوكسيبيتال كومباي، وأنزل تحت هنا الأطلس. الأطلس بيبقى فيها فاتت شكله كيدني شيب أهو، فاتت شكله كيدني شيب، وهنا في الأنتيرو أرش بتاع الأطلس، وهنا البوستيرو الأرش بتاع الأطلس. بص معايا في جوينت هنا اسمه أبلانتو أوكسيبيتال، في جوينت اسمه أبلانتو أوكسيبيتال. أقول تاني، أبلانتو أوكسيبيتال ده ما بينه إيه؟ ما بين الفاسد اللي شكله كيدني شيب حوالين الفورام المطنب، والفاسد اللي شكله ها كيدني، هو مش فاسد هو اوكسيبيتال كومباين حته بارزه، والفاسد اللي شكله كيدني شيب اللي بتاع الاطلس الاوكسيبيتال كومباين البرود ده وشكله كيدني شيب برضه، والفاسد ده بتاع الاطلس. في جوينت هنا اسمه ايه؟ اطلانتو اوكسيب. اطلانتو اوكسيبيتال ده نوع ايه يا جماعه؟ نوع اليبسويد، هيجي لك في العمل. نوع اليبسويد، اليبسويد يعني باي اكسيال، نوع اليبسويد معايا جوهر ها؟ جماعه اللي هنا ورا بيتكلموا،
خليكم معايا لو سمحت، ما ينفعش اقعد اقول في الحصه، خليكم معايا. ده نوع ايه؟ اليبسويد. ها ده اسمه اتلانتو اوكسيمي. اتلانتو اوكسيمي ده مفروض ده سيلوبيال جويد. اي سيلوبيال جويد دي كبسوله. هيقول لي ايه الاستراكشر بتاعها؟ هيقول لك في الكتاب كده الاستراكشر بتاعه الجويد دي كبسول. كبسول ماسك حوالين الارتكوليتنج بارت. كبسول يعني ايه؟ غلاف كده فيه سيلوبيال فلويد. تمام؟ طيب هيجي يقول لي ايه؟ الجويد ده الاليبسويد اللي عندك سبورتد باثنين ممبرين. مين هم الممبرين دول؟ قال لي في ممبرين ماسك من البوستيرو ارش بتاع الاطلس من فوق لغايه البوستيرو مارج بتاع الفرنوماك هنا كده. بنقوله في العمل. الممبرين ده اسمه بوستيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. ها معايا كده اهو. وفي ممبرين تاني ماسك من عند الانتيرو ارش بتاع الاطلس من فوق كده اهو اهو. طالع ان هو يمسك في الانتيرو مارجن بتاع الفورامن باجنا منه. الممبرين ده اسمه ها انتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. والانتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين قدامه في انتيرو لونجيتودينال ليجا. يعني هو في انتيرو لونجيتودينال ليجا ماسك هنا وماسك هنا. ماسك جاست ان فرونت الفورامن باجنا في البيز بتاعت الاسكال. تاني قبل الفرينج على فكره في حاجه اسمها فرينجال تيوبيركل. لا الفرينجال تيوبيركل ده او فين. لو في حاجة عرفت اسمها فرنج فرنج تيوبيركل. تاني كده نقول كده تاني. ها خليك معايا. أجي أقول تاني أهو. هنا ها أنا عندي في جوينت اسمه أتلانتو أوكسيبيتال. أتلانتو أوكسيبيتال ده نوعه إيه؟ إليبسويد. إليبسويد. تمام؟ نوعه ها باي أكسيال إليبسويد سينوبيا. معايا كده؟ طيب ها ايه اللي عامل له سبورت؟ ها عامل له سبورت في الاستراكشر بتاعته. قال لي في اثنين ممبرين. مين هما الممبرين؟ واحد اسمه انتيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين ماسك من اللي فين؟ اهو. ها معايا من الانتيرو ارش بتاع الاطلس من فوق لغايه الانتيرو مارش بتاع الفرنوم. واحد اسمه ورا اسمه بوستيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين ماسك من اللي فين؟ من عند البوستيرو ارش بتاع الاطلس لغايه البوستيرو مارجن بتاع الفرنوم. ده بوستيرو اتلانتو اوكسيبيتال ممبرين. والانتيرور قدامه ليجامنت اسمه ايه الليجامنت ده اهو قدامه على طول ماسك التيوبيركل هنا لغايه قدام الفورام ماجنم على طول. مين ده؟ ها مين ده يا جماعه؟ قدام الفورام ماجنم ده انتيرو لونجيتودينال ليجامنت. انتيرو لونجيتودينال ايه؟ ليجامنت. تمام؟ ادي ايه؟ ادي ده الليجامنت بتاعنا. الليجامنت او الممبرين يعني لما يجي حد يقول لي ممبرين او اللي بتربط الاطلس مع الاسكال اهو. تربط الاطلس مع الاسكال. في هنا انتيرو لونجيتودينال ايه؟ ليجامنت. في انتيرو لونجيتودينال ايه؟ ليجامنت. معايا كده؟ تمام. طيب الجوينت ده عرفت ايه؟ نوعه ايه؟ نوعه باي اكسيال اليبسويد. يعني ايه اليبسويد؟ يعني كلمه اليبسويد يعني ايه؟ يعني يا جماعه في حركه فليكشن واكستنشن والحركه الثانيه ما فيهاش روتيشن. كلمه اليبسويد باي اكسيال وذنو روتيشن. يعني بتحرك على اثنين اكسس، الاثنين اكسس دول ما يكونش فيهم روتين، ما يكونش فيهم فيرتيكال اكسس، ما يكونش حاجه اسمها روتيشن. كلمه اليبسويد ها يعني نو روتيشن. يعني الجوينت ده لو قلت بيعمل روتيشن يبقى انت غلطان. كلمه اليبسويد ما فيهوش روتيشن، عشان كده الاكشن بتاعه هيقول لي ايه؟ هيقول لي الاكشن بتاعه يا جماعه ها في فليكشن واكستنشن ها وفي حاجه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها لاترال فليكشن. لاترال فليكشن دي زي الابدكشن والابدكشن دول. لاترال فليكشن يعني ايه؟ يعني ميل راسي على جنبي. تعتبر زي الابدكشن والابدكشن. زي الابدكشن والابدكشن، عامله زي حكايه الميدل فينجر زمان. ميدل فينجر في الهاند كده كان يقول لك ايه؟ ها بميل الناحيه دي والناحيه دي. فاكر حاجه حكايه الميدل فينجر؟ كان ممكن عضله تبقى ايه؟ ها ميله الناحيه دي والناحيه دي اسمها دورسال انتروسال. مش مشكله ده في ثانوي. فراسي كده بتميل الناحيه دي والناحيه دي زي الابدكشن والابدكشن. فحركة الجوينت ده ايه؟ ها فليكشن واكستنشن ولاترال فليكشن. اوعى اقول روتيشن. مفيش روتيشن. مفيش حاجة اسمها روتيشن هنا. اليبسويد، اليبسويد يعني مفيش روتيشن. اليبسويد يعني مفيش روتيشن، تمام؟ طيب الجوينت اللي عندك ده ها حركته فليكشن واكستنشن ها وايه؟ ولاترال فليكشن. خليك معايا. فليكشن واكستنشن قال لي دي ايه؟ قال لي دي حركه اسمها نودنج. نودنج يعني ايه؟
موافقة إيماءة. يعني واحد يقول إيه سياح نودي بتساوي كلمة إيه؟ ساعات يقول لك هو الجويت بتاع حركة إيه؟ نودي دي يعني كلمة إيه؟ معايا كده؟ بيعمل نودي فليكشن وإكستنشن. مين بقى عندي عضلات بتعمل فليكشن؟ الفليكشن أشهر واحدة الاثنين استرنو مصروية. الاثنين لازم أقول الاثنين. ها ولازم اقول ممكن اقول عضله كمان اسمها ريكتس كابيتس انتيرو. لو انا مذاكر ريكتس كابيتس انتيرو دي ماسكه قدام الاوسيليتال كورد. وايه كمان في عضله اسمها لونجاس كابيتس. لونجاس كابيتس دي قدامها لونجاس كابيتس وريكتس كابيتس انتيرو. ها دول فليكشن. طب عكسهم اكستنشن. مين اللي بيرجع لي راس لورا؟ اكستنشن. اكيد الاكستنشن عضلات ماسكه ورا هنا. عضلات ماسكه ورا. مين العضلات اللي ماسكه ورا هنا؟ مين العضلات اللي ماسكه ورا؟ ها سيمي سباينالس كابيتس سوبير اوبليك ماشي. ها اسبلينياس كابيتس لونجيزماس كابيتس. عضلات ماسكه ورا معايا. ها فليكشن واكستنشن. طب مين بيعمل لاترال فليكشن؟ لاترال كده على الجنب. مين بيعمل لاترال فليكشن؟ ها لا استرنو ماستويد وان سايد. لو بشغل استرنو ماستويد ناحيه واحده سيرنو مصطيد ناحية واحدة تعمل تلت الهيد. يعني ايه؟ لاترال فليكشن. وممكن عضلة كمان في الجنب هنا لو قلتها ريكتس كابيتس لاترالس. ريكتس كابيتس ايه؟ لاترالس. ها نقول تاني يبقى الجوين ده حركته ايه؟ ها فليكشن اكستنشن. فليكشن واكستنشن كده. ها ولاترال فليكشن. لاترال فليكشن. ها معايا كده؟ ده الاتلانتو اوكسيبيتال. لا السوبير اوبليك ممكن تعمل اكستنشن لورا معايا. ها وممكن تشتغل لاترال فليكشن. يعني الريكتس بيبقى ده اكتر شويه ده بره شويه معايا يا جماعه. ها الجوينت ده اسمه اتلانتو اوكسيبيتال اليبسويد. عندك بقى الاتلانتو اكسيال. الاتلانتو اكسيال جوينت اللي ما بين الاطلس والاكسس. لو انا رسمت كده الاطلس ادي الاطلس اهي انت اللي ما بين في عندي حاجه اسمها لاترال اتلانتو اكسيال وميديان اتلانتو اكسيال. لاترال اتلانتو اكسيال ده ما بين ايه وايه؟ ما بين الفاسد اللي في الاطلس من تحت والسوبيرو فاسد اللي في الاكسس. ده لاترال. لاترال اتلانتو اكسيال ده نوع ايه يا جماعه؟ اللاترال بلين ساينوبيا. استنى لغايه ما تخلصوا الكلام. ده لاترال اتلانتو اكسيال نوع ايه؟ بلين ساينوبيا. بلين ها؟ في عندك ايه بقى؟ في النص هنا ما بين القديمة بروت الدنس. الدنس بتعمل ارتكوليشن مع الانتيرو ارش. في عندي جوينت اسمه ميديان اتلانتو اكسيال. ميديان اتلانتو اكسيال ده نوع ايه؟ بيفوت. بيفوت يوني اكسيال. البليت مش اكسيال اللي هنا ده بيفوت. ميديان اتلانتو اكسيال بيفوت ولاترال اتلانتو اكسيال بليت. معايا؟ ها في ثلاثه جوينت هنا ما بين الاطلس والاكسس. معايا ثلاثه جوينت. يجوا سؤال في الامتحانات اتلانتو اكسيال ارتكوليشن. يقول لك كده اتكلم عن الاتلانتو اكسيال ارتكوليشن. اتكلم عليهم يعني ايه؟ يعني تقول الجوينت اللي هنا اسمائهم ايه؟ افرض جالي سؤال كده او بيجي السؤال ده وانا عارف بيجي لك كده اتلانتو اكسيال ارتكوليشن. هقول له الاطلس مع الاكسس في كام جوينت؟ ثلاثه. طب اساميهم ايه؟ اثنين لاترال واحد ميديان. اثنين لاترال واحد ميديان. ها اتلانتو اكسيال ارتكوليشن اثنين لاترال واحد ميديان. طب نوعهم ايه؟ اللاترال برين والميديان بيمو. طب ليجامنتاتهم في كام ليجامنت هنا؟ الليجامنتات ها خلي معايا يا كريم. الليجامنتات بتاعت ها بتاعت ركز معايا شويه عشان الحته دي مهمه. الليجامنتات بتاعت الاتلانتو اكسيال ارتكوليشن ماسكه الاكسس مع السكال. حاجه غريبه قوي. مش ماسكه الاكسس مع الاطلس. لا ماسكه الاكسس مع السكال. ليه؟ عشان الاكسس تلف او الاطلس تلف على الاكسس.
لو مسكت الاطلس مع الاكسس هيبقوا متكتفين مع بعض. متكتفين مع بعض يعني ايه؟ يعني مش هيلفوا، مش هتحركوا، تخيل كده الجامدات بس الاطلس والاكسس من عجيناه ومن قدام ومن ورا. يبقى الاطلس هتلف على الاكسس ازاي؟ مش هيلف. فالجامدات بتاعه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن ماسكه الاكسس مع السكال. ودول اربعه فيهم سؤال. ايه الليجامنتات بتاعه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن؟ ها مش ماسكين الاطلس مع الاكسس. لو انت مش فاهم حاجه هتقول له اه ليجامنتات الاطلس والاكسس. لا ولا غلط. الليجامنتات دي ماسكه الاكسس مع الجمجمه مع السكال. الليجامنتات احنا بنقولها هنا وبنقولها بالعملي، هنقولها هنا وعملي الاثنين عملي ونظري. اربعه، مين الاربعه دول؟ قال لي عندك الاكسس، الاكسس عامله كده اهي، الاكسس لما اشوفها في العملي كده اهي عامله المنظر ده. دي الاكسس بالمنظر ده يا جماعه، الاكسس كده. قال لي في ليجامنت هنا واثنين على الجنبين، واحد اسمه ايديكال. ايديكال ليجامنت ده ماسك الدنس مع الانتيرو مارجن بتاع الفورام المصدر. ركز كده شويه معايا، ماسك الدنس مع الانتيرو مارجن بتاع الفورام المصدر. ما مسكش مع، لو مسك مع الاطلس يا جماعه هيكتفهم على بعض، مش هيلفوا معايا. ها طيب يبقى مين ماسك الاكسس مع مين؟ مع البيز بتاع السكال. ماسك الاكسس مع البيز مع الايه؟ مع الانتيرو مارجن بتاع الفورام المصدر. والاثنين دول اسمهم الر. الر ليجامنت دول ماسكين الايه؟ السايد بتاع الدنس مع فين؟ مع الميديال سايد بتاع الاوكسيبيتال كوندايل. بيجوا في العملي برضه ماسكين على الميديال سايد بتاع الاوكسيبيتال كوندايل. والايديكال ده ما تنساش بيجي كتير قوي بواقي ايه؟ ريمينانت اوف نوتو. ايه الامبريولوجي بتاعه؟ الايبيكال ايه الامبريولوجي بتاعه؟ هو بواقي حاجه اسمها نوتو كورن. نوتو كورن ده بيعمل حاجه اسمها نيوكلو بواقي نيوكلوس بالبوزس وايبيكال ليجامنت بتاع الاكسس. تمام. ادي ايه؟ ادي هنا اثنين. قال لي كمان في اثنين كمان. واحد اسمه يا اولاد، واحد اسمه ممبرينا فيكتوريا. ممبرينا فيكتوريا ده تكمله ليجامنت ورا اسمه بوستيرو انجوفيدرال ليج. يعني ايه؟ يعني تعالى نبص من ورا كده، هنعمل رسمه كده. تعالى نبص من ورا الاكسس، بص كده معايا لو سمحت اهو. هنعمل رسمه. هنبص من ورا الاكسس عشان تفهم. ها؟ هنبص من ورا الاكسس، هقطع الحته اللي ورا دي خالص كده، هكسر الحته اللي ورا دي. وابص كده اهو، هروح راسم السكال هنا، انا باصص من ورا، نورما اوكسيبيتال، اهي، نورما اوكسيبيتال. وهنا الدنس اهي، الدنس، وادي البودي بتاع الاكسس. ادي الدنس، وادي البودي بتاع الاكسس. انا كسرت الايه؟ البوستيرو ارش والايه؟ او اللامينا بتاعتها الحته اللي ورا مع السباين. ده البودي وده الدنس. انا باصص من ورا، قال لي انت عندك في ليجامنت ماسك على البودي من ورا، ماسك هنا. الليجامنت ده اخره هنا. بيخلص فوق ما بيعديش على الاطلس، ملوش دعوه بالاطلس، الليجامنت ده يخلص هنا ويكمل فوق، يكمل فوق يبقى ليه اسم تاني. من اول هنا يكمل يبقى ليه اسم تاني يخش في الفورام المصري. الليجامنت ده يا ولاد اسمه ايه؟ ها تحت هنا اسمه بوستيريور لونجيتيودينال ليجامنت. ركز معايا شويه لو سمحت. ها واول ما نوصل عند الاكسس هنا يكمل فوق، يطلع فوق، يعدي. فاسمه فوق هنا ممبرينا فيكتوريا. ممبرينا فيكتوريا ده عدى في الكرم المغربي عشان يمسك فين؟ ها يمسك عند الكلايزس. هيقولها لي في كتاب الكليه، عند الكرينيال سيرفيس بتاع الاوكسيبيتال نيرف. يمسك عند اللور بارت بتاع الكلايزس. ده من ده اسمه ايه؟ ممبرينا فيكتوريا. ده اللي هو ها كونتينويشن بتاع البوستيرو جوتينال ليج. البوستيرو جوتينال ليج من خلص فين؟ خلص فين يا جماعه؟ بوستيرو لونجيتيود النتيجه من خلص فين؟ عند البودي بتاع الاكسس. بودي بتاع الاكسس ده بوستيرو لونجيتيود ليجامنت كمل بممبرينا فيكتوريا. لو انا قطعت الليجامنت ده، انا قطعته هنا عشان اوريك الايه؟ المنظر. لو انا قطعت الممبرينا فيكتوريا اللي هو تكمله البوستيرو لونجيتيود ليجامنت، هلاقي تحته ليجامنت. في ليجامنت بقى بص عامل ازاي لو سمحت، ركز معايا. في ليجامنت ليه جزء كده اهو، ليه جزء كده، وليه جزء معدي هنا كده اهو. ليه جزء كده اهو، وليه جزء تحت جاي كده اهو. هو ليجامنت واحد بس ليه اجزاء. ليه جزء هنا معدي بالعرض كده، وليه جزء فيرتيكال كده اهو. اهو ده جزء فيرتيكال ها، وده جزء بالعرض. مين ده بقى؟ مين ده؟ ركز معايا السبوره، واللي مين؟ ها
ها شايف الجزء المعدي في العرض ده ورا الدهن؟ ايه الجزء المعدي في العرض ده؟ ترانسفيرس بارت اوف الكرسي ده. مال الجزء الفيرتيكال ده اسمه ايه؟ فيرتيكال بارت اوف الكرسي. فيرتيكال بارت اوف كورشيت ماسك منين لفين؟ ماسك من عند البودي بتاعه الاكسس ما داخل جوه الفرام الماجنم. ضمن الحاجات اللي بتعدي في الفرام الماجنم، الفرام الماجنم بيعدي فيه ثلاثه ليجامنت ايبيكال ها وممبرينا سيكتوريا وفيرتيكال بارت بتاع الكورشيت وفيرتيكال بارت بتاع الايه الكورشيت اهو ده ماسك كده معايا. انا بص من ورا دلوقتي الليجامنتات دي ماسكه ايه؟ ماسكه الاكسس مع السكال. كام ليجامنت دلوقتي ماسك الاكسس مع السكال؟ ودي الليجامنت بتاعه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن. ليجامنت بتاعه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن يا جماعه ها خلي بالك لما يجي لك السؤال ده هيجيب لك السؤال ده ايه الليجامنت بتاعه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن. ماليش دعوه بالليجامنت اللي ماسكه الاطلس في الاكسس، انا عايز الليجامنت اللي ماسكه الاكسس مع السكال. لان لو قلت الليجامنت ماسكه الاطلس واكسس مش بيتحركوا. انا عايز ليجامنتات ماسكه الاكسس مع السكال اللي هم مين؟ اربعه. مين الاربعه بقى؟ ايبيكال ايبيكال اثنين الار ليجامنت ها وفي واحد اسمه ممبرينا تكتوريا ممبرينا تكتوريا معايا كده وفيرتيكال بارت. الرسمه دي الرسمه دي يا جماعه كده ها انا كسرت الاكسس من ورا عشان اشوف معايا اكسس كده وكسرتها عشان اشوف المنظر ده معايا. يعني هنا كان المفروض ان اهو معدي هنا معايا كسرت معدي سباينال كورد شلته ها معايا كده شلت السباينال كورد عشان اشوف المنظر ده معايا يا جماعه. طيب خلي بالك ادي ايه انا باصص كده منظر الزيرو بي تمام. ادي الليجامنتات يبقى انا عندي الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن ده مهم جدا. بيحصل عنده ايه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن؟ اهم جوينت في الحته دي خلي بالك اطلانتو اكسيال اهم جوينت هيجي لك ممكن يجي لك في امتحانك لسانه نظري. اطلانتو اكسيال ارتكوليشن اهم جوينت عندنا بيحبوه جدا بيحبوا الجوينت ده جدا اطلانتو اكسيال اهم واحد ماشي خليك معايا. طيب عندك بعد كده حركه الاطلانتو اكسيال ارتكوليشن ايه؟ حركه روتيشن في واحد فيهم بيبر واثنين بلين ساينوب تمام. حركه روتيشن ايه بقى؟ قول لي مين بيعمل روتيشن؟ اشهر واحده اقوى واحده واشهر واحده بتعمل روتيشن لو استرنو ماستويد اشتغلت وان سايد لوحدها. مين اقوى عضله بتعمل روتيشن؟ اعمل لي روتيشن كده. فاكر السن المصري بتعمل ايه؟ بتعمل تلت للهيد وان سايد اند روتيشن بتعمل كده روتيت من فيس تو بتعمل روتيشن يعني كان السن المصري بتشغل السكال على اتنين جوينت بتشغل اتنين مين السن المصري بتشغل ادي جوينت بقى ها لو انت ناصع بتشغل الابلانتو اوكسيميتال بتعمل حاجه اسمها لاترال فليكشن وممكن تعمل لو اشتغلوا الاثنين مع بعض بتعمل فليكشن ها تمام. وبتشغل الابلانتو اكسيال بتعمل ايه؟ روتيشن. يعني الاسترنو مصطول بتشغل الابلانتو اوكسيميتال وبتشغل الابلانتو ايه؟ اكسيال. تشغل الابلانتو اكسيال تعمل ايه؟ روتيشن. روتيشن ها لو اشتغلت بس في وان سايد. طبعا ممكن تقول معاها عضله كمان اسمها انفيرو اوبليك ماشي معايا لو قلتها معاها روتين بس اقوى واحده اللي هي الاسترنو اللي هي الكبيره اللي جايه من تحت فوق الاسترنو ايه؟ مصروف بتعمل روتين تمام؟ العضله دي مهمه جدا وخلي بالك من الجوينت ده ابلانتو اكسيال حركته ايه؟ طيب في جوينت ثانيه ما بين الفرتبرا اه ها عملي بس اللي هي ايه؟ ما اسالكش نظري ها ما بين الفرتبرا وبعضها في ايه؟ في سكندري كارتيليجن. طبعا بيبقى سكندري زي ما قلنا في العملي او هقولها دلوقتي في العملي بيبقى في انتيرو موديل ليجامنت وستيرو موديل ليجامنت انتر فيرتيبرال ديس حاجات للعملي معايا حاجات الايه؟ العملي ماشي. ده الجوينت ما بين الفيرتيبرا. في جوينت بقى كمان اسمه ايه؟ اسمه تمبرو مانديبولار جوينت معايا. ثاني واحد يعني اهم واحد انا بقول لك كده هيجي في الامتحانات دايما اطلانتو اكسل خلي بالك من ده اطلانتو اكسيال جوينت اطلانتو اكسيال جوينت اهم واحد يجي من بعده تمبرو مانديبولار. تمبرو مانديبولار بقى بص معايا
دبرو مانديبرا. بص معايا دبرو مانديبرا سهل قوي، ممكن نركز مع بعض يا جماعه شويه بس. دبرو مانديبرا ده معمول منين؟ ايه اللي عامل ارتكوليشن هنا؟ الفرصه دي، الفرصه ده اهي مع حته بارده قدامها. بص يا اولاد الجماعه اللي ورا، عمرو يا جماعة اللي جايين، انتوا جايين يا جماعة عشان نحضر حصة ونستفيد ونرجع على طول، مش جايين عشان نتكلم. بص معايا برضو الجماعة اللي ورا هنا، يا جماعة خليكم معايا. ده الحتة دي اسمها مانديبولار الفصل، وفي حته قدامها ان اهو اسمها تيوبيركل بتاع الزيجوماتيك ارش، اسمها ارتيكولار تيوبيركل او ارتيكولار ايمج. الحته البارزه دي الاثنين دول بشوفهم في العمل، المانديبولا الخصه والتيوبيركل، لازم اكون عارفهم من العمل. دول بيركب فيهم الهيد بتاع المانديبولا، بتاع المانديبولا الشيء ده الهيد، وبعد كده النيك بتاع الحته دي اسمها ايه؟ مانديبولا كونتايل اهو، ده الريمس بتاع المانديبولا. قال لي ده الجوينت، ده الجوينت ده بقول عليه تي ام جي، تي ام جي تمبرو مانديبولا اهو، ما بين المانديبولا الفصة والديوبيركل والهيد بتاعت المانديبولا. الجوينت ده نوع ايه؟ نوع ايه؟ نوع ممكن اقول اثنين، بايكول دايلر سيلوفيال او اليبسويد. طب ازاي يعني؟ في بعض الناس بتعتبر السايد تو سايد موفمنت ده روتيشن. روتيشن يعني ايه؟ يعني في حركه روتيشن، فاعمل روتيشن فيقوم قايلين عليه ان هو بايكوندايلر سايلوبيا. وفي ناس بتعتبر ان هو سايد تو سايد موفمنت اللي بيحصل هنا في الكوندكشن، يعني ايه؟ كانه تتابع حركات، فبالتالي ما بيحصلش روتيشن. يقولوا لا ما بيحصلش روتيشن، ده هو حركه المانديبول ديبريشن وإليفيشن وبروتراكشن وريتراكشن وسايد تو سايد دي سيركوندكشن، فتقول عليه ايه؟ ما بيحصلش روتيشن، نقول عليه اليبسويد. يبقى في رايين، ها؟ رأي يقول ان هو كوندايلر، ورأي يقول ان هو ايه؟ اليبسويد. والاثنين صح معايا، باي كوندايلر او اليبسويد، باي كوندايلر او اليبسويد. نوع ايه؟ باي كوندايلر صح او اليبسويد صح معايا؟ ها معايا كده؟ طيب ده الارتكوليتنج بارت. هنا الجوينت حواليه كبسول، الكبسول ماسك فين؟ الكبسول ماسك فوق حوالين المانديبولار فوس، ده كبسول اهو، ده كبسول كده نازل تحت البنيك، ده كبسول، كبسول بتاعه ماسك في المانديبولا الفصة وماسك تحت عند النك. الكبسول بتاع الجوينت ده معايا، قال لي نوعه ايه وعامل ارتكوليشن ازاي. الجوينت ده بيعتبروه اتيبيكال جوينت، غريب، الوحيد اللي دي حاجه فيتشر غريبه جدا. ايه هي بقى؟ اتيبيكال، بيقول عليه اتيبيكال سينوفيا. ليه بقى؟ قال لي جواه الكارتج مفيش هايلاين. اي جوينت في الدنيا سينوفيال لازم جواه هايلاين كارتج. اي جوينت سينوفيال لازم، يقول لك كده، اي جوينت قريته في الدنيا سينوفيال جواه حاجه اسمها هايلاين كارتج، بيسموها ارتيكولار سيرفيس. لازم فيه هايلاين، الجوينت ده مفيهوش هايلاين. الكارتج اللي جواه كلها اسمها فايبرو كارتج. نوعها فايبرو. عشان تدي الكارتج دي قويه على فكره. فايبرو كارتج هنا بتبقى قويه. فقال لي هنا في ارتيكولار كارتريدج هنا عباره عن فايبرو كارتريدج، وتحت هنا فايبرو كارتريدج، وجواه ديسك. جوه الجوينت ده في حاجه اسمها ديسك اهو، الديسك ده عامل كده، المنظر ده كده، ارتيكولار ديسك. ارتيكولار ديسك اللي جواه ده برضه فايبرو كارتريدج. مقسم الجوينت الى اثنين كافيتي، يعني كأن الجوينت من جوه الى متقسم الى كافيتي فوق وكافيتي تحت. جواه حاجه اسمها ارتيكولار ديسك اهو، مقسم الجوينت الى اثنين كافيتي اهو. الجوينت ده اتيبيكال ليه؟ حتى لو حد سالني في الشفوي، تمبرو مانديبولار جوينت، ايه الحاجه الغريبه اللي فيه؟ ان ما فيهوش هايلاين كارتج، ما فيهوش هايلاين. كل الكارتج اللي فيه عباره عن فايبرو كارتج، فايبرو كارتج معايا؟ ها ما فيهوش يا جماعه ها هايلاين. طيب الجوينت ده في ارتيكولار ديسك، في كبسول، ايوه ها، الارتيكولار ديسك مقسمه الى اثنين كابيتي.
الجوينت ده فيه ليجامنت؟ ايوه فيه ليجامنت اربعه ليجامنت. اي جوينت لازم اقول الليجامنتات بتاعته، الليجامنتات بتاعته اكسترا كام؟ مين هم بيجولي في العمل؟ الاربعه بيجولي في العمل مين هم؟ واحد ماسك من التيوبيركل ده اهو لغايه اللاترال سايد بتاع النك، مشهور جدا وبيجي لي في العمل، ولازم لما اذاكر عمل اسمه ايه؟ لاترال امبروفمنت. وفي عندي ها كمان ثلاثه، مين الثلاثه؟ ممكن ارسمهم من جوه كده اهو، الثلاثه دول، الثلاثه دول اهو، ادي المانديبول، ادي المايلوهيوزايت، ادي المانديبولار كوليمبولا، وده الانجل. في ثلاثة بقى من ايه؟ ها معايا؟ ممكن ارسمهم كده من جوه، واحد اسمه ستايلو مانديبولار ماسك هنا، ستايلو مانديبولار، واحد اسمه سفينو مانديبولار ماسك هنا من السباينو سيفيرايت، واحد اسمه تيلجو مانديبولار. لو قلت صح تيلجو مانديبولار ده بيقولوا عليه راب، ما تنساش بيقولوا عليه ايه؟ واحنا عندنا كام راب في كتاب الهيب والنيك بتاعنا؟ أربعة. ما تنساش احنا عندنا أربعة راب. أربعة راب، راب يعني إيه؟ تقابل عضلات. مين هم الأربعة راب؟ لو أنا فاكر لاترال بالفيبرال راب، العين هنا، وفي حاجة اسمها مايلوهويد راب هنا ما بين الاثنين مايلوهويد مصر، في حاجة اسمها تيرجو مانديبولار راب، تقابل راب يعني تقابل عضلات، ها؟ تقابل باكتينيتور والسوبيرو كونستريكتور، وحاجة اسمها الفارينجيال راب. عندي أربعة راب أهو، ده واحد منهم اسمه تيرجو مانديبولار راب. معايا هو ليه جامد بس تقابل عضلتين فنقول عليه تيلجو مانديبولار راب، ماسك من الترجوين امولاس لغايه الاوستيرو انت بتاعت المايلوهيوزر. يبقى الجوينت ده معايا عرفت الارتكوليتنج بارت، عرفت الارتكوليتنج بارت بتوعه اهو، عرفت ها معايا جواه يا جماعه ارتكولار ديسك، مفيش هايلاند، كل اللي جواه فايبرو كارتج، كل اللي جواه فايبرو كارتج. تمام، الليجامنتات بتاعته سهله، كام واحد؟ أربعة، ممكن أقول أربعة. لاترال تيمبرو مانديبولار، سايلو مانديبولار، ستيرويد بروسيس، وده دي فاشيا، سفينو مانديبولار، وتيليجو إيه؟ مانديبولار. تمام؟ طيب، جوه الجوينت بتاعه في إيه؟ جوه الجوينت، ها؟ جوه الجوينت بتاعه، جوه الجوينت في عندي كبسول، في سينوبيا ميمبرين، وفي ديسك. الديسك ده هيوصفه لك. الديسك ده من فوق الديسك بيبقى شكله كونفكس وكونكيف. ليه كونفكس وكونكيف الديسك؟ لانه مواجه للفصه والايه والتيوبيركل. من فوق الديسك ده بيكون كونفكس وكونكيف، من تحت الارتيكولار ديسك بيكون كونكيف بس. ليه؟ لانه تحته الهيد اوف ذا مانديبول. الارتيكولار ديسك من فوق هيقول لي كده بيبقى كونكيف وكونفكس، من تحت يبقى يا جماعه كونكيف بس ناحيه الهيد. والديسك ده اهم حاجه ماسك فيه عضله من قدام، لو انت مذاكر بقى في عضله جايه كده اهو بتمسك في الديسك والكبسول والنك. العضله دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها لاترال تيمبرو. في عضله ماسكه في الديسك والكبسول والنك، ثلاث حتت ماسكه في الديسك والكبسول والنك، باقي العضله دي اسمها لاترال تيمبرو. العضله دي اسمها لاترال تيمبرو. معايا لاترال تيمبرو. الديسك شكله ايه؟ ها ارتيكولار ديسك من فوق كونفكس وكونكيف ومن تحت كونكيف بس. معايا ها معايا كده اهو ماسك فيه من قدام، يهمنا عضله اسمها ايه؟ لاترال تريبول. وجوه ها الكبسول في حاجه كمان اسمها سينوبيال ميمبرين. معايا تمام كده؟ طيب النيرف سبلاي بتاعت تي ام جي، ها في نيرف سبلاي، في نيرف سبلاي بتاعت تي ام جي، نيرف سبلاي دي نيرفين اوريكولو تيمبرال ها ونيرف تو ماسيتر. نيرف تو ماسيتر ده هيسالك في الاسئله دي. نيرف تو ماسيتر ها عضله اسمها الماسيتر بيدي التي ام جي. ايوه في قاعده كده في الانترودكشن اسمها هيلتون زلو. هيلتون واحد خواجه اسمه هيلتون. هيلتون لو قال لهم ايه؟ قال لهم ايه؟ قال لهم النيرف سبلاي بتاع مصر بس المصل دي تكون برايم موفر بيعمل سبلاي الجوينت بتاع اللي بتشتغل عليه المصل دي. نيرف سبلاي بتاع المصل. نيرف سبلاي اوف ذا مصل. سبلاي سبلاي الجوينت اون تو ويتش المصل دي اكل. اون تو ويتش المصل اكل. يعني ايه؟ يعني لو انا جيت لعضله والعضله دي بتشتغل برايم موفر لجوينت. عضله بتشتغل برايم موفر لجوينت. العضله دي النيرف بتاعها ايه؟ نيرف اسمه كذا.
النيرف بتاعها ده بيدي الجوينت ده. بالتالي هيقول لي النيرف توما سيتر بيدي الدي ام جي، يعني الدي ام جي بياخد من نيرفين اوريكلو تمبرال ونيرف توما سيتر. طيب ايه كمان الدي ام جي؟ قال لي الدي ام جي الارتيريا سبلاي بتاعته من ارتيريا هارت موجوده ورا هنا. أرتك سنة كاروتك بيخلص باثنين، مين هما الاثنين دول يا ولاد؟ واحد اسمه ايه؟ واحد اسمه ماكسيلاري، واحد اسمه سوبرفيشال ديبريشن. حركته ايه بقى الدي ام جي؟ حركته ديبريشن. في عضلة واحدة بس بتعمل ديبريشن يا ولاد اسمها لاترال تليفون، في ساعتها ثلاثة دول سوبرا ايويد اللي هما مايلو ايويد. تيجي في الام سي كيو الحتة دي على فكرة. مين اللي بيعمل ديبريشن او بيفتح المانديبول؟ تيجي في الام سي كيو والله كتير. تيجي في الام سي كيو واحده اسمها عضله اسمها لاترال تريجوين في ساعتها ثلاثه. طب مين بيعمل يا اولاد؟ ها إليفيشن اقوى عضله اسمها الماسيتر في ساعتها ثلاثه، في ساعتها كمان اثنين مش ثلاثه اثنين. واحده اسمها ميديال تريجوين وتيمبوراليس. طب مين بيعمل بروتراكشن؟ مين بيعمل بروتراكشن؟ اثنين. اقوى عضله بتعمل بروتراكشن لاترال تريجويد على الناحيتين. دي ساعتها ميديال تريجويد. بروتراكشن لاترال تريجويد يمين وشمال دي ساعتها الميديال. مين بيعمل سايد تو سايد موفمنت؟ سايد تو سايد. انا الناحيه دي والناحيه دي. اقول له لاترال وميديال تريجويد في ناحيه ولاترال وميديال تريجويد في ناحيه بالتبادل، يعني لاترال وميديال تريجويد الناحيه دي معايا اشتغلوا مع الناحيه الثانيه. في حاجه بقى معلش هقولها لكم بس عشان يبقى ايه؟ خلاص في حته كده في الماندبول معايا في كتاب الكليه برضه. هات الماندبول في الاخر خالص بقى الماندبول. ماندبول هات الماندبول بقى الماندبول. المصري والكلام ده بقى انا جاي لك كل الكلام ده في الورق اللي هو بتاع العمل، لو ذاكرت الورق بتاع العمل ده كفايه على السكال والماندبل والكلام والفرتبرا كمان. بس الماندبل فيه حته نظري. فيه حته نظري. في حاجه احنا قلناها نظري اقول لك ايه؟ نيرف ريليتد تو ذا ماندبل. هو كاتبها في كتاب كمان اسعد. معلش خليك معايا. نيرف ريليتد تو ذا ماندبل ثلاثة عالي وثلاثة ام. حافظهم انت لو ايه بذاكر قبل كده. ثلاثة عالي وثلاثة ام. وفي ارتري ما هو ما قالش في ارتري ريليتد تو ذا ماندبل يا جماعة. برضه احنا قلناها قبل كده ارتري ريليتد الماندبل سبعة. ثلاثة ام في ثلاثة ام. زي الثلاثة ام بتوع النرفات. وحط معاهم بقى انفيرو البولار ارتري، انفيرو البولار ارتري معايا، وفيشيال ارتري، وماكزيلاري ارتري، والسينابرو انفيرو البولار وفيشيال وماكزيلاري وسينابرو ها فيشيال وماكزيلاري سينابرو وانفيرو البولار زائد 3 ام، يعني 3 ام اللي هم مايلو اوريد ومنتال ها وماسيتري معايا. ارتر ارتر ريليتد الماندبل سبعه، ونرفات ريليتد الماندبل سته، وجلاندات ريليتد الماندبل كام؟ جلاند ريليتد ماندبل ثلاثه، باروتد وصاب مانديبولار باروتد وصاب مانديبولار وصاب لينك. ها لاحظ بقى حاجه كمان هيقول لي ايه بقى؟ خلي بالك برضه حاجه اسمها اوسيفيكيشن الماندبل وايجن شيب. الماندبل اوسيفيكيشن يا جماعه من برين وكارتليجنس. لو حد سالك من برين وكارتريج ازاي؟ من برين حوالين كارتريج اسمه ميكنز. من برين حوالين كارتريج اسمه ايه؟ ميكنز. من برينو كارتريجنال تمام؟ من برينو والاثنين المندبل يبقى نصين اثنين بيلحموا مع بعض عند وان يير. في حاجه بقى يقول لك ايه؟ ايج تشينج مع المندبل. لو انا معايا مندبل بتاع شخص ميدل ايج مات في منتصف العمر، ميدل ايج يعني ايه؟ يعني ها حوالي 30 40 سنة كده ميدل ايج. وماندبل تاني واحد عجوز سبعينات ثمانينات اهو. هتلاقي هنا المنتال فورامين بتاع الميدل ايج. المنتال فورامين ده منتال فورامين السنان مكان السنان كان موجود، يعني الشخص ده مات وسنانه كانت موجودة. فبالتالي المنتال فورامين هنا يقول لي ان هو ميدوي ما بين الابر واللور بول. الشخص العجوز ده
معايا المنتال فورامين بتاعه ها قريب من الابر بورتا. ايه ده قريب من الابر بورتا ليه؟ مكان السنان بتاعه تآكل، مكان السنان بتاعه تآكل، فبالتالي المنتال فورامين بيقرب، مش بيقرب، هو ما اتحركش، المنتال فورامين ما اتحركش، بس هو الابر بورتر بتاعه بيتآكل، فبالتالي الشخص العجوز المنتال فورامين بتاعه بيكون ايه؟ قريب للابر بورتر. انما الميدل ايج ما بين الابر واللوبر بوردر. طب لو طفل صغير، طفل صغير ميدل فورامين بيكون تحت، يكون تحت هنا تحت ليه؟ ان المندبل لسه بيكبر لتحت، بيحصل له سوفيكيشن لتحت، المندبل لسه بيكبر معايا كده؟ يعني هيقول لك كده ايج تشينج في الميدل فورامين حصل له ايه؟ عند طفل صغير خمس سنين قريب للوبر بوردر. واحد في الميدل ايج ها المنتال فورامين ما بين الابر واللور، واحد اولد ايج، اولد ايج المنتال فورامين قريب لايه؟ للابر. طب لاحظ حاجه كمان ها، بص معايا، الشخص اللي هو ها ميدل ايج ده شخص ايه؟ ها مات في منتصف العمر معايا، هتلاقي ايه؟ ها المفروض الشخص ده كان عنده سنين اهو، ها معايا الشخص ده كان عنده سنين، اما يجي يقفل الفك بتاعه السنان بتقابل بعضها، فبالتالي الزاويه هنا ما بتبقاش كبيره قوي. الشخص العجوز بقى، الشخص العجوز ده ما عندوش سنان، لما يجي يقفل المندبل يقفلها خالص، فالزاويه دي بتكبر، الزاويه دي نتيجه ايه؟ بتاع موديفيكيشن. الزاويه دي في الاولد ايج الانجل بتبقى حوالي 140 او اكثر من 120، في الاولد ايج بتبقى اكتر من 120 معايا. في الميدل ايج الزاويه دي بتبقى ايه؟ من 110 ل 120 في الميدل ايج. تاني الزاويه ده ايه؟ اهو الشخص ده راكب ده كده اهو سنان اهو، بص كده الزاويه دي، ده ميدل ايج، الزاويه دي بتبقى ايه؟ هنا 110 اقل من 120. الزاويه ده ايه بقى؟ الانجل بتاعه الفم، شخص اولد ايج لازم يعمل ايه؟ يطلع الفك بتاعه لفوق كده عشان ما عندوش سنان، فالزاويه دي بتكبر، بيحصل موديفيكيشن، فالزاويه دي هيبقى اكبر من 100 وايه؟ 120، بتبقى ممكن توصل ل 140. معايا؟ معايا الانجل بتاعه الايه؟ الماندبل دي يا جماعه ايه؟ معايا كده؟ بس احنا بكره ان شاء الله هنراجع.